اذا دابا عندنا برودوي جديد وهو البرودوي ديال ديكوباي يعني لي بايت. اذا بالنسبه للديكوباي اذا ديكوباي هذه كاينه في لومبالاج ديال 2 كيلو و2 كيلو كتعطينا على الاقل 12 متر كاريه تبقين. اذا 2 كيلو فيها الوان تعدى كاين فيها اما اللي هو غتلقى مات ولا كتلقاه دو ايريزي ولا كتلقاه بريون. اذا في ثلاث انواع المات والايريزي والبريون. اذا بالنسبه للبايت طريقه الاستعمال ديالها كتكون سهله. اول حاجه من بعد ما كيكون الحيط مهيئ واجد بالفينيل ولا بالماتيسونس كندوزو واحد الكوش ديال لاكي. الكوش ديال لاكي هي الكولا اللي غنسميو حنا الكولا. كنديروا اللاكي ونفس الوقت كنبداو خدامين بالبيستوري. اللي ضروري بالنسبه للديكوباي المساله الميزه اللي كاينه في الديكوباي هو ان ضروري بالنسبه للارض خاصها تكون مغطيه مزيان لان هذاك الشيء اللي كنحطوه ديال السلعه ديال الديكوباي هنا اذا تحط النص هنا النص لا كيطيح الارض. اذا اللي ضروري خاص دائما الارض تكون نقيه. هذا اللي كاين بالنسبه للديكوباي. اول حاجه غنبداو بها غنبداو نديرو كوش ديال لاكي وكنديرو لاكي باش ما يكرمش لنا دغيا. اذا من بعد ما كندوزو الكوش ديالنا ديال لاكي ولا الاساس اللي كنسميوه الكولا يعني كنديروا لاكي. من بعد كناخذوا البيستولي ديال الديكوباي يعني هذا هو البيستولي ديال الديكوباي. من بعد كناخذوا هذيك الساعه الديكوباي ديالنا ونبداو هذيك الساعه الخدمه. اللي ضروري بالنسبه للديكوباي الوقت اللي غنبغيو نخدمو هي ان عندك هذه باش كتشد والوقت اللي كتخدم ما تجيش وتخدم ديريكت في الديكوباي. ما عمرك ما تخدم ديريكت لان مجرد ما كتخدم ديريكت كيعطيك واحد الرشه الاولى كلها كيعطي لك بلاصه واحده اذا كيولي عندك مشكل. اذا الوقت اللي كتكون خدام دائما كان مع تخدم الكومبريسور كتكون عندك الضربه دائريه خدام هو اللي ان شاء الله غنشوفوه في الطريقه ديال الاستعمال ديال البايت. يعني بيستولي يكون عندك ديجا ما كتخدمش ديريكت ولا كتخدم شي بلاصه خاويه ما فيهاش لاكي. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كتخدم دائري وتخلي دائما مسافه بينك وبين هذو هما المسائل بالاضافه الى ان الارض دائما خاصها تكون مغطيه باش السلعه اللي كطيح كطيح الارض. السلعه اللي كتخدم في الحيط مزيان اللي شادت كطيح في الارض هي كنعاودو نجمعوها ونخدمو بها مره ثانيه كما غتشوفوا في طريقه الاستعمال ديالها. اذا من بعد ما كنرشوا الديكوباي ديالنا بالبيستولي ديال البايت كان عندنا مساله هي كنخدموا لي بايت باش هادو كاع لي بايت ينعسوا ما يبقاوش واقفين كاع داكشي اللي ما شاش مزيان كيشد. اذا كناخذوا دائما رولو اما رولو كيكون داير ما بقيناش كنستعملوه ولا هنا رولو دايرين لي بلاستيكا من بعد كنخليه واحد المده ديال التنشيف على الاقل ديال 12 ساعه باش كنديروا ليه هذيك الساعه كوش ديال الفيرني اما الفيرني كلاس اللي بغى الفيرني كلاس يعني الفيرني ديال ليسونس ولا كاين اللي كيدير الفيرني كولوكزيم ولا الفيرني ديكو. اذا بالنسبه للفيرني كولوكزيم ولا الفيرني ديكو الفرق اللي بيناتهم ان هذاك فيه البريون بزاف والفيرني ديكو فيرني اكريليك اللي كيعطينا من هالبريون وتا الريحه ديالو ما فيهش الريحه. والاخر كيديروا الفيرني كلاس كاين الانسان اللي كيدير الفيرني كلاس اللي بغى اللمعان كسر. هذا من بعد ان شاء الله من بعد 12 ساعه غنشوفوا الفينيسيون ديال الفيرني. اذا بالنسبه للديكوباي اللي كنا دوزنا قلنا خاصو يكرم واحد المده ديال 12 ساعه. اذا من بعد 12 ساعه اللي عندنا اللي دوزنا فيها الديكوباي اللي كيدوز بالبيستولي من بعد كناخذوا هذا وكندوزوا عليه واحد الكوش ديال الفيرني باش يكون زايد في اللمعان بزاف وحتى هذوك القشور اللي ما شادينش مزيان يعاودوا يتاكروشوا. هذاك بالنسبه للديكوباي. اذا بالنسبه للانواع ديال الفيرني اللي كنديروا اما يقدر يكون عندنا الفيرني كولوكزيم هذا فيرني ديال المال كولوكزيم ولا نديروا الفيرني ديكو يعني فيرني اكريليك
يعني نديرو ولا نخدمو بالفيرني غلاس بريو هذا ديال ليسونس. اذا الاول اللي قلنا الكولوكزيم ولا الفيرني ديكو هادوك بجوجهم كيتخلطوا بالماء، والفيرني هنا فيرني غلاس كيتخلط بليسونس. هنا غنشوفوا الطريقه ديال استعمال ديال الفيرني ديكو اللي غادي ندير واحد الكوش الحمايه، دائما كنقول ديال الحمايه ولا معام جوج هادو هذا هو الدور ديال الفيرني